بيسير البرنامج الغذائي للاعبي الاهلي في رمضان طبقا للمقاييس العالميه وطبقا للقياسات اللي احنا عملناها اللعيبه في اول سنه. طبعا احنا في اول السنه عملنا قياسات للعيبه، القياسات دي كانت قياسات جينيه اللي هي قياسات الدي ان ايه، وعملنا لهم قياسات دم بنقيس فيها الفيتامينات ووظائف الكلى ووظائف الكبد وكميه الاملاح وكميه المعادن الموجوده في جسمهم، وكل لعيب كان بيطلع عدد معين من الاملاح والفيتامينات كويسه، وبعض الاملاح والمعادن والفيتامينز هو محتاج ان هو ياخدها. وطبقا للقياسات ديت احنا بنديله النظام الغذائي اللي هو محتاجه. النظام الغذائي برضو اللي احنا بنعمله ده بيبقى له مقاييس معينه، خاصه في شهر رمضان في بعض اللعيبه بتبقى محتاجه ان هي تزود وزنها شويه او تزود الكتله العضليه، في بعض اللعيبه بتبقى محتاجه ان هي تقل في الوزن شويه وتقلل نسبه الدهون، وفي بعض اللعيبه بتبقى ايديال او بتبقى نسبه العضلات ونسبه الدهون والوزن بتاعها كويس جدا محتاجين نحافظ عليه، وفي بعض اللعيبه المصابه، واللعيبه المصابه عندنا بيبقى لها دايت خاص بيها اللي هو الانتي انفلاماتوري دايت. ففي رمضان بيبقى عندنا اربع انواع من الدايت، دايت للعيب اللي محتاج ينزل في الوزن، وده بنساعده ببعض التمارين الرياضيه، لان في بعض التمارين زي تمارين الكارديو مستحبه مع النظام الغذائي ان هي تتعمل في الوقت اللي هو قبل الفطار، فدي بتساعدك ان انت تقدر تتخلص من الدهون الصعبه، لان انت طول النهار كل الاكل اللي انت اكلته في السحور ده بتهضمه، فبتبدا في الوقت اللي هو قبل الفطار على طول بساعه او بساعتين اي مجهود بتعمله او اي تدريبات كارديو، ده بتتخلص من الدهون العنيده اللي جسمك محتاج يتخلص منها. في بعض اللعيبه محتاجه تزيد في الوزن والكتله العضليه، ده بيفضل ان هو مع النظام الغذائي بيعمل تدريباته بعد الفطار بحوالي 3 ساعات، بحيث ان هو يشتغل كويس ان هو ينمي الكتله العضليه. في اللعيبه المصابين في حاجه اسمها انتي انفلاماتوري دايت، انتي انفلاماتوري دايت دوت بيبقى مناسب جدا للعيب ان هو بياخد حاجات مضاده للاكسده، بياخد فيتامينات وبياخد معادن بتقدر تساعده على الالتئام من الاصابات. وكمان بيساعد بياخد مع الانتي انفلاماتوري دايت ده بعض الادويه والفيتامينز والمينرال والمعادن اللي هو محتاجها، فتقدر تخليه يرجع او الريكفري بتاعه يبقى بسرعه. بالنسبه لرمضان احنا عاملين للعيبه الاهلي نظام معين، بحيث ان في رمضان بيبقى عنده 3 وجبات، وجبه الافطار ووجبه السناك، او في بياخد وجبه بينيه من الساعه 11 ل 12، وبيبقى عندنا وجبه السحور. بالنسبة لوجبة الإفطار هو بياخدها على مرحلتين، ليه؟ لأن اللاعب أما هو 14 ساعة ما بياكلش وما بيشربش، ففجأة أما تديله كمية معينة من السكريات أو كمية معينة من التغذية، فالشوجر كيرف أو كمية السكر بترتفع بصورة سريعة، فده بيؤدي إلى الخمول اللي كل الناس بتحسه بعد الفطار. فاحنا اللاعب بيفطر على مرحلتين، المرحلة الأولى فيها مشروب زي التمر مع بعض الانتي اوكسيدنت او الدراي فروت او الفواكه المجففة، منها بعض الفواكه مثلا زي الأراسيا، دي بتساعد جدا على تنظيم حركة المعدة وبتقلل حدوث الامساك وبتساعد اللعيب ان هو يتخلص من اي سموم موجودة في جسمه، وبياخد حاجة سخنة زي الشوربة، وبعد ما ياخد المشروب دوت مع الشوربة ويشرب مية احنا بننصحه ان هو يرتاح لمدة 15 دقيقة، بيصلي ويقعد 5 ل10 دقايق، وبعد كده بيكمل الاكل، بحيث نبقى احنا ادينا اشاره من المعده للمخ ان هو بدا ياكل، فيستخدم العناصر الحيويه وبيستخدم الاجهزه الحيويه بتاعته، فما يدخلش الاكل جسمه فجاه. طبعا كل لعيب بيبقى له النظام الغذائي بتاعه طبقا للوزن بتاعه، طبقا للكتله العضليه، طبقا للكتله الدهنيه، وطبقا كمان لعدد الكيلومترات اللي اللعيب بيعملها في المباراه. احنا عندنا اللعيبه بتاخد نسبه من الكربوهيدرات ونسبه من البروتين ونسبه من الفات طبقا لموقعه في الملعب وطبقا لوزنه ايه وطبقا لكميه الدهون ايه وطبقا لكميه العضلات. هديك مثال، مثلا لعيب خط النص ده اكتر لعيب بيعمل عدد كيلومترات في المباراه، فده بياخد في الكربوهيدرات مثلا من 10 مللي جرام 10 جرام كربوهيدرات لكل كيلو جرام من جسمه. بالنسبه لنفس اللاعب بتاع خط الوسط ده بياخد 2 جرام بروتين لكل كيلو جرام من جسمه، وبياخد جرام فات لكل كيلو جرام من جسمه. الفات طبعا بياخده بصوره صحيه اللي هو زي مثلا
المكسرات اللي هي او زيت الزيتون او الحاجات اللي بيبقى فيها الانساتوريتد فات او الدهون الغير مشبعه اللي هي بيبقى سهل تكسيرها في الجسم. اللعيب مثلا المدافع واللعيب المهاجم بيبقى كميه الجري بتاعه ممكن يكون اقل شويه، فده بياخد من 8 ل 9 جرام كربوهيدرات لكل جرام من جسمه. حارس المرمى ده اقل واحد بيبقى فيه بيعمل حركه اثناء المباراه، واحنا برده حتى حارس المرمى بنحسب له الحركات بتاعته، بيعمل كام دايفنج، بيعمل كم كيلو متر اثناء المباراه، بيعمل كم حركه انقاذ ممكن يعملها، وبيعمل قد ايه في الورم اب. فدي بتساعدنا ان احنا نقدر نحسب له الجرامات، وبياخد حوالي 7 جرام كربوهيدرات، بياخد من جرام لنص جرام بروتين، وبياخد الفات نص جرام. فكل واحد بيبقى معمول له النظام الغذائي، وكل لعيب بيبقى عارف هو محتاج ياخد قد ايه، وبياخد الاكل اللي هو محتاجه طبقا للنظام ده. كمان بالنسبه لوجبه السناك دي بتبقى من الساعه 10 11 للساعه 12، لان اللعيب محتاج ياخد 3 وجبات اثناء الصيام. وفي السحور بننصح اللعيبه ان هي على قد ما يقدر ان هو ياخد خضروات ورقيه، وياخد كميه معينه من الماء والحاجات زي الزبادي اللي بتقدر تحافظ على الميه. كمان بيبقى في بعض النصائح اللي احنا بنديها للعيبه، ان كل اللعيبه بتنزل على الموبايلات بتاعتها برامج بتعمل لها الارم كل نص ساعه، اللي هو يشرب على الاقل 2 كوب من الميه، كل كوب من الميه حوالي 200 مللي، لان اللعيب بيبقى محتاج في الفتره القليله اللي هو بيبقى فاطر فيها كميه كبيره من الميه، تعوضه عن فتره الجفاف اللي هي بتقعد حوالي 14 ساعه اثناء الصيام. من ضمن الحاجات المهمة جدا في السحور عشان تقدر تساعده ان هو يقدر يكمل. في برضو خطأ شائع بالنسبة للناس في أثناء رمضان، ان تلاقي الناس مثلا بيجي في آخر 10 دقايق أو ربع ساعة يقعد يشرب كمية مية كبيرة جدا، وده بالعكس بيبقى أثرها السلبية اكتر، لان انت بتملى المثانه في وقت قصير جدا، وبيبقى الجسم عايز يتخلص من الميه الموجوده. فاولا الجسم بيتخلص من الميه دي بسرعه، وممكن ما تعرفش تنام لان انت كل شويه بتبقى محتاج ان انت تتخلص من الميه دي، فبتبقى محتاج تروح الحمام، فما بتنامش كويس. انما صحيا ان احنا اللعيب كل نص ساعه يشرب على الاقل كوبايتين ميه، كل كوبايه لا تقل عن 200 مللي. ده هيأثر ازاي على صحة اللعيب؟ ده طبعا هيفيد اللعيب جدا ان هو ياخد كل احتياجاته اليومية اللي هو محتاجها من كربوهيدرات ومن مية ومن عصاير ومن أملاح ومن معادن. كمان في بعض الأملاح والمعادن اللي هو محتاج ياخدها في وقت معين، وأثناء الفترة ديت هو بيقدر يغطي كل احتياجاته اللي هو محتاجها، وفي نفس الوقت بيقدر اللعيب يؤدي في المباراة كويس، وبيبقى البرفورمانس بتاعه كويس. طبقا لأحدث الدراسات اللي اتعملت في أوروبا، إن التغذية والنيوتريشن والمكملات الغذائية ديت بتمثل ما لا يقل عن 30% من برفورمانس اللعيب، فدي مهمة جدا. الدور بتاع دكتور التغذية دوت في مع فريق كرة القدم مش بس تغذية، أو مش أكل ولا وجبات ولا فطار ولا غدا ولا عشاء، بالعكس التغذية لا تمثل 10%، في جزء كبير جدا اللي هو المكملات الغذائية اللي بياخدها اللعيب واحتياجاته للمكملات الغذائية دي، وإزاي بياخدها وإمتى بياخدها. في جزء كبير برضو المعادن والأملاح، ودي مهمة جدا احنا بنشتغل عليها بحيث اللعيب يبقى عنده كافة الاحتياجات وما عندوش اي نواقص بجسمه. دي احنا بنعمل في بداية الموسم تحليل دي ان ايه، وده تحليل خاص جدا اسمه تحليل ماي فيت جين او التحليل الجيني، اللي بيطلع للعيب وبيقدر يحلل جسم اللعيب. اول حاجة هو بيحلل التغذية اللي بتغذيها، وبيعمل كاتيجوريزيشن او تصنيف للتغذية دي لثلاث اصناف: اكل لو خده ممكن يضر اداؤه في الملعب، اكل ممكن ياثر عليه بالسلب بس ممكن ياخده بكميات قليله، واكل تاني اللي هو الجرين اريا اللي ممكن ياخده وتاثر على البرفورمانس بالايجاب وتقدر تساعده جدا. بالنسبه للاداء بتاع اللعيب البدني دي كمان، او التحليل الجيني او ماي فيت جين او تحليل الدي ان ايه، بيدينا اشاره اللعيب ده، هل اللعيب دوت يقدر يتحمل احمال زياده ولا لا، هل افضل له مثلا التمارين بتاعه الريزيستنس ولا ان انا ازود عليه الاحمال التدريبيه. في بعض اللعيبه بيطلع التحليل الجيني ان انا ما اقدرش ازود عليه الاحمال التدريبيه، بالعكس اللعيب ده محتاج ان انت تقلل له الاحمال التدريبيه. من ضمن الحاجات المهمة برضو اللي هي جنرال هيلث، تحليل الدي ان ايه او الجينيتك، ده بيقدر يطلع لك يقول لك اللعيب ده عرضة ان هو يحصل له ازمة قلبية، اللعيب ده عرضة ان هو يحصل له زيادة في ضغط الدم، اللعيب ده عرضة ان هو يحصل له مرض السكر.
فبناء في اوروبا طبقا للقياسات دي بيعملوا حاجه اسمها هيلث تيم. هيلث تيم ده بيتكون من النيوتريشن كونسلتنت او استشاري التغذيه مع دكتور الباطنه او الجنرال براكتيشنر اللي هو بيتعامل معاه اللاعب مع الفيتنس ترينر، لان الهيلث تيم المكون من الثلاث دكاتره دولت مع الفيتنس ترينر هيقدر يساعد اللعيب ان هو ايه التمارين اللي ممكن تفيده. لو هو عنده عرضه مثلا ان هو ممكن في لعيب عندها عرضه ان يحصل له ازمه قلبيه في اي وقت، ده لازم يتعمل له قياسات ولازم يتعمل له تحاليل معينه كل 6 شهور عشان تتاكد ان هو في اي ماتش ممكن ما يقعش منك. بعض الحاجات اللي بنعملها اللي هي تحاليل الدم، احنا بنعمل تحاليل دم، بنعمل وظائف كلى، بنعمل وظائف كبد، بنعمل انزيمات، بنعمل كمان الاملاح والمعادن. في معدن واحد بس لو اتكلمت عنه مثلا معدن المغنيسيوم دوت بالنسبه للاعب ده بيأثر عليه، بيقلل الاصابات، بيقلل الكرامبات. المغنيسيوم ممكن يخليه ينام كويس، المغنيسيوم ممكن يقلل البين بتاع اللعيب. ده معدن بس من حوالي 20 معدن احنا ممكن نتكلم عنهم. فبنعمل تحليل لكل الفيتامينز والمعادن، وطبقا لدوت بنقدر نشتغل وندي للعيب الانظمه الغذائيه والمكملات اللي هو محتاجها. احنا الحمد لله عندنا في النادي الاهلي اللعيبه فيري بروفيشنال، اللعيب بيبقى خايف على نفسه، اللعيب بيبقى عارف قيمته كويس وبيقدر يتعامل، اللعيب نفسه بيبقى حريص على النظام الغذائي، وانا ببقى جنبه وبقدر اساعده ان احنا بنديهم برامج توعيه من خلال البرامج اللي بنخليها تنزل لهم من على الموبايل بتاعهم، بتقدر تساعدهم، بنحسب لهم، بنعمل لهم القياسات، بنعمل لهم تحليل الدم، بنعمل لهم تحليل الدي ان ايه، وبنقدر نوعيهم دايما احنا عندنا جروبس كلها في بدايه رمضان او في بدايه التدريبات بندي بعض النصائح كفويس للعيبه، اللعيبه بتتبعها، اللعيب بيجي بنعمل له النظام الغذائي، كل لعيب على حده حسب الوزن بتاعه، حسب الكتله العضليه، حسب الكتله الدهنيه، حسب موقعه في الملعب زي ما اتكلمنا، حسب عدد الكيلومترات، فبنقدر نحسب لكل اللعيب ده وبنقدر نساعده. في نفس الوقت على حسب المكان اللي احنا موجودين فيه، سواء ان احنا في رمضان او سواء ان احنا مسافرين افريقيا او موجودين في، طبعا في افريقيا احنا بنسافر كتير جدا، وبنبقى في افريقيا بنسافر بلاد بيبقى فيها الاكسجين قليل، وبلاد بتبقى مرتفعه عن سطح الارض، وبلاد بتبقى الرطوبه فيها عاليه، فبنقدر نتعامل بكل بلد حسب اللعيب واحتياجاته، محتاج قد ايه من الاملاح، محتاج قد ايه من المعادن، التغذيه الخاصه بيه، بيبقى معانا شيف خاص مخصوص بيعمل كل لعيب كل الحاجه اللي محتاجها اللعيب ديت، وبيعمل لنا الاكل اللي اللعيبه متعوده عليه بالجرامات اللي كل لعيب بياخدها حسب البرنامج اللي محطوط لعيب. واللعيبه بصراحه كلهم ملتزمين جدا، حتى ان احنا كمان بنعمل ميجرمنت او بنعمل اسسمنت للانظمه دي، ان احنا بنعمل قياسات اسبوعيه للعيبه، قياسات كامله للبودي كومبوزيشن بتاعهم من حيث الوزن بتاعهم، ومن حيث كميه الميه الموجوده في جسمهم، من حيث الكتله العضليه، من حيث الكتله الدهنيه، وفي الاخر بنعمل كاتيجورايزيشن او بنصنف اللعيبه 3 تصنيفات، اما لعيب ملتزم وده ويل دان حافظ على اللي انت عامله ده طبقا للنظام الغذائي هنعمله لك، وده بنديله جرين كلر، او مجموعه من اللعيبه بنديلها يلو كلر، ودي اللعيبه اللي هي محتاجه ان احنا بعض الحاجات التظبيطات البسيطه اللي هو يقدر يظبط بيها جسمه وهو بيحافظ عليها وماشي كويس، او اللعيبه بتبقى بعض الاحيان من بعض الاجازات بيرجع اللعيبه، في بعض اللعيبه بيبقى عندهم كميه الدهون عاليه شويه، وده بنحطهم في الكاتيجوري بتاع الريد كلر اللي هو بنعمل لهم مونيتورنج كل 3 4 ايام باوزان بنظام غذائي، وبنبقى بنشتغل على الموضوع دوت ان احنا بنقدر نعمل نقيمه وبنعمل القياسات بتاعته، ولو ما نزلش في الوزن بنقعد معاه ونتكلم معاه. الانظمه اللي احنا بنستخدمها بالنسبه للتغذيه هي طبقا للانظمه الموجوده في اوروبا، وانا كنت احتكيت فتره كبيره جدا ببعض الفرق في اوروبا، بالعكس هو ده النظام اللي بيستخدم في اوروبا. كمان موضوع الهيلث تيم اللي انا قلت لحضرتك عليه اللي مكون من استشاري التغذيه وطبيب الفريق والفيتنس ترينر، الهيلث تيم ده اللي بتقدر تتعامل فيه مع اللاعب وبتقدر تعمل اسسمنت ومونيتورنج للاعب طول الوقت، ده نفس اللي بيستخدم في اوروبا بالظبط. واحنا عندنا اللعيبه ما بتقلش بروفيشناليتي عن اوروبا، بالعكس انا شايف ان الاهلي دلوقتي مستعد ان هو يساعد المنظومه الطبيه ومنظومه التغذيه في كل الانديه.